استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من أعضاء الملتقى الأول للقيادات الشبابية والإعلامية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لإطلاعهم على دور الأكاديمية في إعداد طلابها. يأتي ذلك في إطار التأكيد على التلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين هؤلاء الشباب وأقرانهم من طلاب كلية الشرطة. في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم بخاصة الشباب، استقبلت أكاديمية الشرطة أعضاء الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية من طلاب ومعيدين كلية وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد العليا والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لاطلاعهم على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد طلابها وتحقيق التلاحم بين هؤلاء وطلبة وطالبات كلية الشرطة باعتبارهم قوة واحدة في بناء الوطن ومواجهة التحديات. بأحد مدرجات الأكاديمية شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن أنشطة كلية الشرطة ومرافقها ومنشآتها، أعقبه محاضرة عن جهود رجال الأمن الوطني في مكافحة الأعمال الإرهابية والإجرامية. فهمونا دور الإعلام المصري في توعية الشباب. حتى ندوات ما كانتش عبارة عن ندوات تثقيفية، ما كانتش عبارة عن ندوات بس بتنقلك علم، لا بتنقلك واقع، بتنقلك حقيقة بتحصل، بتنقلك حاجات البلد شافتها، حاجات البلد عدت بيها، حاجات فعلا كان لازم الناس كلها تعرفها. انطلق الوفد بين جنبات الأكاديمية ليتعرفوا على دورها في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة والتدريب قادر على مواجهة التحديات ومستجدات المرحلة بخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، واطلعوا على مدى قوة التدريبات وتطورها والبرامج التعليمية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة خاصة في مجال دعم القيم الإنسانية وصون كرامة الإنسان. عرفنا كل حاجة هما بيعملوها والمحاكاة والتدريبات العملي اللي بتحصل، وبصراحة شيء عظيم جدا. بيزود عندنا فكرة الحب الوطن وقد ايه الناس دي بتتعب وقد ايه الناس دي بتبذل مجهود كبير جدا لان احنا نعيش في امان. الجولة كانت فرصة للوفد ليشاهدوا ما تملكه كلية الشرطة من إمكانيات لوجستية وتعليمية وتدريبية متطورة عكستها العروض التي قدمها الطلبة في مختلف مجالات العمل الأمني، وأثنى عليها الوفد وعلى هذه الفرصة التي أتاحتها وزارة الداخلية لهم ليشاهدوا مراحل إعداد حماة أمن الوطن، وبالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة رجال أمن مصر في المستقبل. شملت الجولة مشاهدة عروض لكتائب الخيالة وعروضاً مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والتي توضح أساليب استخدام الكلاب المدربة في عمليات الحراسة والتأمين والبحث عن المخدرات والكشف عن المفرقعات. أنا بوجه رسالة لكل القيادات الشبابية الإعلامية وكل شباب الإعلام، تعالوا زوروا أكاديمية الشرطة. أكاديمية الشرطة هي فعلا حصن منيع لتأهيل طالب شرطي وضابط شرطي متخصص بيمتلك في أدواته المفاهيم العلمية والعملية لحفظ استقرار وأمن الوطن. شوفنا نماذج مشرفة، نماذج تطمنك تنام في البيت وانت مرتاح، نماذج كده تخليك تبقى ماشي في الشارع مطمن. زيارات تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء وتنمية وتدعيم التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل والنهوض بمستوى الثقافة بما يمكنهم من مواجهة التحديات التي تواجه الوطن. زيارات تتعدد وتتواصل تستقبلها أكاديمية الشرطة من كافة الفئات بخاصة الشباب للتعرف على مرافق الأكاديمية ومنشآتها ودورها في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يسهم في تعميق روح الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.